اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. بعد قصف الكياتش 555 في نسخة بحرية عبر الغواصات وايضا فرقاطات، كان واضحا جدا ان هذه الصدمة في غرب اوكرانيا. نتحدث عن الغرب القريب من بولونيا، وفي هذه الحدود وفي مسارات التسليح يكون القصف. اليوم هناك اعتبار آخر، هناك كنزال عبر الجو، ومن الميج 31 كي كنزال، وهي المحددة وقد واكبناها عندما للمتابعين واكبناها عندما كانت في كالينغراد ثم انتقلت إلى سوريا وبعدها إلى اليوم إلى روسيا من أجل أداء المهمة لأول مرة عبر الفرد صوتي. لأول مرة عبر صواريخ فرد صوتية إيبرسونيك وجدنا أن كنزال، وهناك فقط طائرتي ميج 31 كي. هنا يطرح سؤال مباشر، لماذا تحديدا إحضار الميج 31 كي في مقابل الآب 35 التي تطير في أجواء بولونيا أو بولندا؟ وفي هذه الحالة فنحن أمام توازن آخر بالإيبرسونيك، فظهور البي 52 من جهة الإتش في غرب أوروبا. وهنا لا بد من الإشارة إلى تدقيق شديد الأهمية، هناك وصول للبي 52 إتش إلى إحدى مطارات بولندا، وهناك كان ضروريا من الرد أن يكون بالفرد صوتي. ومجرد استعمال الإيبرسونيك في غرب أوكرانيا وعلى الحدود في ديلياتين في هذه المقاطعة لإيفانو فرانكيفسك، وجدنا أن الرسالة وصلت بالنسبة للافيف من جهة أو ليف من جهة وعلى الحدود مباشرة، وأيضا وهذا مهم في نفس غرب أوكرانيا الآن فيه قصف بالكنزل، إذا قصف بحري وبعد 24 ساعة بنسخة بحرية لصاروخ تكتيكي منطلق من البحر الأسود، وجدنا الميج 31 كي تقصف. فما السر وراء أن تكون هناك مجرد تشكيلات منوعة في القصف بهذه الدرجة أو تلك؟ العملية إما أن تكون كما يقول البنطاغون بأن الأمر لا يتعلق بأكثر من تباطؤ أو بطء في الأداء، وأن من الضروري أن يصل عديد الجنود إلى 500,000 وليس هناك إلا 20% من هذا العدد أمام المقاومة الشرسة لأوكرانيا، شرسة إلى حد ما. كل هذا تعبير البنطاغون، تعبير البنطاغون واضح، لأن السيطرة على أوكرانيا تستوجب ما يتجاوز 250,000 ببساطة شديدة، وأن يكون هناك، وهذا هو الأهم، أن تكون القدرات أولا على سبيل المثال الحصر في الإدارة في القيادة والسيطرة في غيرها، كل هذا يجب أن يكون أكثر وضوحا، لأن ما يجري الآن ما هو؟ هناك لمحات لحرب ما بعد القرن 21، أو على الأقل هي في القرن 21، وهناك على الأرض هناك حرب تنتمي إلى القرن 20. هذا واقع الحال. عندما ننظر إلى الكي اتش 555 وكنزال عبر الميج 31 والقصف عبر الإيبرسونيك الجوي وإلى آخره، هذا شو حقيقي لأن نقول بأن الحرب هي حرب القرن 21 وما بعد حرب العراق الأمريكية ضد العراق.
هذه هي النقطة الأساسية. لكن على الأرض مباشرة لا نجد ذلك، نجد أن هناك حرب عادية من القرن العشرين، لم تدخل بعد إلى القرن الواحد والعشرين. وهذه الفجوة على الأقل يراها الملاحظ بشكل مكشوف لسببين اثنين. أولا، لأن جميع التقنيات التي لدى روسيا لدى أوكرانيا، لأن مدرسة منشقة عن مدرسة أم اسمها الاتحاد السوفيتي، وأن كل هذه التقنيات هي تقنيات أساسا مضافة إلى أصل يعرفه الأوكرانيون وطوروها أيضا. ولذلك فأهم استراتيجية لبولندا وتشيكيا وإلى آخره أن يتسلم الأوكرانيون الآس 300 أو الميج 29، يعني ما كان ينتمي ولا يزال ينتمي إلى الاتحاد الروسي الفيدرالي، يعني أن الأمر يتعلق مباشرة بهذه الأسلحة. هذا هو وضوح الحال الآن أمامنا، هذا الاعتبار الرئيس في هذه اللحظة على وجه التحديد. إذن أمامنا هذا التدقيق الواجب ذكره، هذه النقطة الأساسية الأولى. النقطة الثانية أن قضية الصواريخ أو إثبات قوة الصواريخ الروسية فتأتي جوا وتأتي بحرا وتأتي بنسخ لا يتابعها الكثيرون، يعني أن عندما ظهرت النسخة البحرية بالنسبة للكي اتش 555، الآن هناك الميج 31 عبر الفرد الصوتي وقامت بالعملية ونجحت. وكل هذا من أجل التأكيد أن الإيبرسونيك، انظروا إلى الرسالة الأولى الروسية، التكتيكي من البحر في الكي اتش 555 في الكنزال عبر الميج 31 من أجل شيء واحد، الوصول إلى تفاهم مع الناتو بخصوص السوبرسونيك والإيبرسونيك، وهذا ما طلب به بوتين. فهو ما يريده من الغرب باسم الضمانات التي يجب أن توجه إلى صواريخ ونشر صواريخ السوبرسونيك الما فوق صوتي والفرد صوتي أو الإيبرسونيك، هو نفس ما يمارسه الآن. غرب في غرب أوكرانيا لا نجد أن هناك حربا عادية، هناك حرب استثنائية تمارس فيها هذه الصواريخ والقصف في غرب أوكرانيا من أجل إيصال الرسالة إلى تفاهمات ضرورية وأمنية مع الناتو في استخدام الفرد الصوتي هذه الصواريخ الما فوق صوتي والفرد الصوتي. هذا هو التركيز، لأنه قد يحتل ما تبقى ولكنه لن يحتل غرب أوكرانيا. ولذلك فالقصف سيكون دائما بمثابة وشم، وشم أن هنا قصفت هذه المدينة بالإيبرسونيك إما انطلاقا من البحر أو من الجو. هذه مسألة رئيسة. إذن لدينا مثل هذا العنوان المركزي، بحيث لم يستخدم الروس إلى الآن لا الفرد صوتي ولا الما فوق صوتي، لا السوبرسونيك ولا الإيبرسونيك انطلاقا من الأراضي الروسية. لذلك فمن البحر من الجو فقط. هذا يؤكد أن الانطلاق، لأن الانطلاق من الأراضي من عمق الأراضي الروسية ولو من الكرم لسبب بسيط، لأن العملية كلها هي عملية عسكرية إلى حدود اللحظة، خاصة بتأمين دونباس. لذلك فالكل يدور حول دونباس، الانطلاق من دونباس، كل العمليات الأرضية تنطلق من دونباس، وهذا لتقييد نفسه تحت هذه الترتيبات التي يريدها أن تكون فعالة. إذن هذه نقطة. الرسالة الثانية أن الميج 31 التي اعتقد أن هناك طائرتين فقط مؤهلتين لحمل هذه الصواريخ، الكينزال، يعني أن الميج 31 هناك طائرتين فقط أهلتا لهذه العمليات،
وهنا يطرح سؤال: إن كانت قد أهلت لهذه العمليات طائرتين فقط، فلماذا استخدامهما وهما مجرد طائرتين؟ العملية إما أن الروس يريدون إرسال الرسالة المذكورة والتي فصلنا فيها، وإما فعلا أن هناك رسالة ردع لغرب أوكرانيا، وأن هناك فعلا مشاكل على الأرض استوجبت مثل هذا الاستخدام أو هذا الاستعراض الجوي. إذن في كل الأحوال فلدينا الكنزال وبالميج 31، واستخدم هنا ضد منطقة قد تسمى مستودع تحت أرضه، وهذا ما أشرنا إليه في وقت سابق. إذن العملية المدروسة الآن هي إمكانية استخدام كينزال في ضرب ما سمي بالتحصينات. كل التحصينات تحت أرضية يمكن إصابتها عبر الميج 31، وهذا تطور استثنائي بجميع المقاييس، وهذه رسالة للغرب على وجه التأكيد. إذن هذه الرسالة الثانية. الرسالة الأخيرة أن الأمر يتعلق مباشرة بإعطاء إشارة توازن ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الناتو. فحيث تحرك الناتو نجد أمامنا مباشرة الرد، ولذلك فهذه التوازنات سيصبح غرب أوكرانيا مضطر من الآن فصاعدا أن يكون محايدا، لأن هذه هي المنطقة الوحيدة التي تفصل فعلا طيران الإبرسونيك واستخدام صواريخ الإبرسونيك والسوبرسونيك مع مثيلتها من الاتجاه الآخر، وهذا الذي يفرض فرضا على غرب أوكرانيا الحياد والمزيد من عدم التسليح، لأن أي تسليح لن يكون أمام سلاح استراتيجي يطير على جانبي أوكرانيا أو غرب أوكرانيا على وجه التحديد. إذن هذه الرسالة واضحة بالنسبة للميج 31 كي، والميج 31 بالطائرتين، وهذا هو المعروف الآن، فيه رسالة لتغيير هذه المقولة ومقولة البنتاغون بأن الميج 31 كي مؤهلة ليس لطائرتين وحسب، إنما لأكثر من طائرة. إذن نحن نتحدث اليوم عن سرب محتمل للكنزال الجوي، وهذا قد يقلب التوازن مع الناتو، لذلك فما يجري على الأرض لا يهتم له كثيرا الروس، لأنه في آخر المطاف هم يصفون مدينة ماريوبول بعدها خاركيف، وهكذا ستمر السلسلة كلما لم يتنازل زيلينسكي وكلما وجد الروس أنفسهم أمام نفس سيناريو غروزني، وهكذا سيصبح الوضع في درجة أخرى من التعاطي الموضوعي مع كل من السوبرسونيك واستخدام الإبرسونيك. وهنا اليوم على أمريكا وروسيا أن يتواصل وتوصل معا إلى تنسيق ما حول هذه الصواريخ، وهذا الذي يريده بوتين من أول لحظة، وكل هذا يجري من أجل الوصول إلى هذه الضمانات التي يحاول فرضها على حدود الناتو هذه المرة، على حدود بولونيا، على حدود بولندا. إذن هذه هي اللقطة الأساسية التي يريدها بوتين وقد وصلت. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.